جرحك وخرج من حياتك وقاعدة تستنيه يلف يلف ويرجع. هيرجع لكن لن يعود طول ما انت تستني هذه اللحظة. لازم تنسيها هذه اللحظة، لازم تشيليها من راسك وتنشغلي عنها. تجي هو هيعود في لحظة ما، في مكان ما، في وقت ما، لسبب ما غير منتظر. كل ما استنيتي كل ما طالت الفترة. عليك بالانشغال بنفسك، عليك بتطوير نفسك، عليك بأنك تسلمي هذه اللحظة لله، ولا ترتبيلها ولا تسعيلها ولا تنظميلها ولا توسطي ناس فيها لجل ما تصنعي أنت الفرص اللي تخليه يشوفك. انطلقي في حياتك وانسي ورا ظهرك، هو هتلقيه فجأة في وجهك، وقتها هتكوني أنت فعلا قد حالك. لكن طول ما أنت قاعدة تتسببي وترتبي وتصنعي هذه اللقاءات وهذه الصدف وهذه الفرص والمراقبات وتطول الفترة، وانت هيطول انتظارك. انسي هيك.